لم أقل أن ليبيا دولة ديمقراطية. نعم. أنا زرت الليبيين والليبيين كانوا في خير ونعمة للأمانة، وكان هناك تجارة مفتوحة، وكان هناك ليبيين في منتهى الفقر، وكان هناك وكان هناك ليبيين في الاستبداد، وهناك كان ليبيين في السجون إلى آخره كثير. مش نعم نعم نعم. لكن هذا لا يبرر إطلاقا ما وقع القيام به. ما حدث في ليبيا هو اختراق مخابرات فرنسية في مدينة بنغازي لبعض القيادين في المؤسسة العسكرية، ووقع تنظيم ذلك. ولنقل هناك شيء قد أكون منصفا للمصريين، أن ما حدث في مصر يمكن التعبير عنه بثورة. لماذا؟ لأن المصريين حاولوا قبل التونسيين، وفي كل مرة يحاولون، وكانت هناك معارضة صلبة في مصر. كانت هناك كذلك حرية إعلام في مصر، أكثر من حرية الإعلام، لأنه في تونس كانت حرية إعلام مكبوتة. نعم. فيمكن أن يسمروا المصريين بمجرد ترديد كلمة ثورة التي وقعت في تونس، ونفس الشعارات وقع استنساخها فيما بعد، فيمكن التعبير أنه حدث الثورة فعلا في مصر. يعني أنت ترى أن ما حدث في مصر يمكن أن يكون ثورة. نعم. لا أجزم أن 25 و30 ولا 25 بس ولا بترى 30. لا، أنا في الواقع أرى نسبة كبيرة أنه اللي حدث في مصر ثورة، الذي حدث في تونس انقلاب، الذي حدث في ليبيا انقلاب، الذي حدث في مصر هناك ثورة. والذي حدث في اليمن؟ في اليمن من حق اليمنيين كذلك أنهم يعيشوا في دولة ديمقراطية، في دولة توفر لهم الأمن إلى آخره، ولكن لا أستطيع أن أجزم ما الذي حدث بالضبط في اليمن، لأن هناك أشياء يجب أن الرجوع إليها. أن العديد من المدونين في تونس، وكذلك نفس الشيء في مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن، تدربوا في منظمات أمريكية مثل منظمة فريدم هاوس، أو كذلك معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فهؤلاء دربوهم على كيفية إدارة الانقلابات بصفة سلمية.